أقيمت عصر اليوم الأحد قرعة مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022-2023، وستنطلق منافسات الدوري في موسمه الجديد في 18 من أكتوبر الجاري. وأسفرت قرعة الدوري الممتاز عن استهلال الزمالك حامل لقب المسابقة في آخر موسمين مشواره في الموسم الجديد بمواجهة فريق سموحة في مباراة الجولة الأولى، ويلعب الزمالك في لقاء الجولة الثانية أمام سيراميكا كليوباترا، ثم يواجه بيراميدز في الجولة الثالثة في مواجهة بين بطل ووصيف الموسم الماضي. ويستكمل الفارس الأبيض جدول مبارياته في الدوري بلقاء إنبي في الجولة الرابعة، ثم المصري البورسعيدي في الجولة الخامسة، على أن يلاقي طلائع الجيش في الجولة السادسة، ثم البنك الأهلي في مباراة الجولة السابعة. أما عن كلاسيكو الكرة المصرية بين الزمالك والإسماعيلي فسيقام ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري. وأسفرت قرعة الدوري الممتاز عن إقامة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الجولة الرابعة عشر من عمر المسابقة. الفارس الأبيض عازم على تحقيق إنجاز للمرة الأولى في تاريخه بالحفاظ على الدرع داخل أروقة 100 عقبة للموسم الثالث على التوالي.